غير موبايل. خلاص حرب، هنا مبني للمجهول، في حد هكرها. جملة رقم 41 دي برضو مهمة. I suggest that فاعل هيجي هو حاجة من الاثنين. فكرة مهمة لطلاب تالتة ثانوي، ركز معايا كده في أول جملة بتقول إيه. أول جملة at 7 o'clock yesterday نقط he his homework. هنا أول جملة فيها إيه؟ فيها yesterday، بس yesterday مش جاية لوحدها، إيه اللي جاي معاها؟ جاية at 7 o'clock، يعني ده وقت محدد في حتة في الماضي، يبقى أنا أختار إيه؟ ماضي مستمر، يبقى أنا أختار was doing. لأن الماضي المستمر بيتكون من إيه؟ was a verb plus verb plus ing. ركز في الجملة الثانية لأنها مهمة، بتقول she used to wear، هي اعتادت أن. طبعا used to عادة في الإيه؟ عادة في الماضي، لم تعد، لم تعد موجودة في الإيه؟ موجودة في الحاضر. لو ما خدتش بالك من ال أو مش فاهم used to، ارجع للفيديو اللي أنا سبته شارح فيه الماضي البسيط كله، وفي فيديو تاني شارح فيه جزئية برضو فيها في الماضي البسيط وأفكار مهمة، وكتاب جوينت. تمام. She used to wear black clothes، اعتادت ان هي تلبس ايه؟ black clothes. This means، هذا يعني، يبقى ده عادة في الماضي، يبقى الجملة دي جملة ايه؟ جملة ماضي بسيط، يبقى انا هختار ايه؟ wore، اختيار التاني، لان الverb wear، wear في المضارع، في المضارع، wore في الماضي، word تصريف ايه؟ تصريف تالت. I'd rather فاعل، وانا وضحت الحته دي في الفيديو اللي فات وقلت دي لازم تيجي في ثالثه ثانوي، النقطه زي دي. I'd rather فاعل هيجي بعدك هنا ماضي ايه؟ ماضي بسيط، يبقى lived الاختيار التاني. وجملة رقم 3 that always sit، الجمله دي في غايه الاهميه. ليه بقى؟ الجمله دي مهمه فور، والفكره ذات نفسها مهمه. يعني انا اديتك هنا مثال، هو هيجيب لك مثال تاني، بس خلي بالك من الفكره. الجمله دي زمن ايه؟ اوعى تتلخفن، اوعى تقول هنا always يبقى انا كده زمن مضارع. لا، هي لو مضارع ده اسم ايه؟ singular، مفرد، يبقى المفروض هنا يضيف لاس، يبقى الجمله دي زمن ماضي. طالما هي زمن ماضي يبقى past habit، يبقى هي عاده في الماضي. الفيرب ده برضو شبه الفيرب read، read اللي هو يقرا، لان هو read read read، هي read لحظه بس هي نطق التصريف الثاني، ونطق التصريف الثالث read، اللي لما هي بتتكتب ازاي؟ بتتكتب read read read، بس النطق read pronunciation. افرق منها ازاي؟ لو جالي اسم singer وهنا في المضارع هتلاقي ضاف لك ايه؟ ضاف لك اس. تمام. نيجي للجزئيه اللي بعدها، قال لك اي، ده برضو الجزء ده مهم. اي نقط، I not spicy food. spicy food ده ايه؟ ده اسم. لاحظ used to تاني. لو قلت لك didn't used to، عايز بعدها فعل في المصدر، طب ده مش فعل. هختار هنا ايه؟ am not used to، لان am not used to عادة في الماضي، ما زالت موجودة في الحاضر، وبيجي بعدها هنا plus ايه؟ plus verb ing او noun او اسم. فهنا عندي spicy food اسم، فاختار am not used ايه؟ am not used to. ننزل الجملة اللي بعدها، والفكرة اللي بعدها هي نفس فكرة الجملة رقم 3، لأن شرحت قبل كده اللي if only فاعل، I'd rather فاعل، I wish it's time، كل الفكرة دي كلها بيجي بعدك ماضي بسيط، بس لو في علامة دالة على مضارع. إنما لو في علامة دالة على ماضي زي يستر دي هنا هتختار ايه؟ هتختار ماضي تام، يبقى أنا هختار had had. فكرة مهمة وجدت في امتحان السودان. It's first time for me to، لاحظ الجملتين دول شبه بعض، الجملتين دول شبه بعض. ايه الفرق ما بين 8؟ ايه الفرق ما بين الجملة رقم 7 وبين الجملة رقم 8؟ اقرا معايا كده، هنا it's time for me نقط alone، وهنا this is the first time. الأولى it's time for me to travel، أن أسافر، to المصدر. إنما التانية this is the first time I have ever traveled. ليه بقى؟ اشرح لي. التانية دي خدتها كده عشان the first time, the second time, the last time، كل فكرة الصفة الدرجة التالتة
اللي هي ذا، بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها مضارع تام، وبيجي معاها تحديدا الكي ووردز او كلمه داله ايفر. انما هنا اتس صفه تو، ليه؟ تو ماذر تو ترافل. الجملتين دول مهمين، الفكره 7 والفكره 8 دول مهمين جدا. الجمله دي مهمه، الجمل كلها عامه مهمه. ننزل على بعد كده الجمله رقم 9، have you finished your room yet؟ ركز في دي. طبعا هنا finish هيجي بعدك ايه؟ verb ing، يبقى have you finished cleaning your room yet؟ هل انت خلصت او انتهيت من تنظيف اوضتك؟ يبقى cleaning. forget، لاحظ هنا forget، لان forget بيجي معاها to مصدر وبيجي معاها verb ايه؟ بيجي معاها ing. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك الخلاف ما بينهم forget ing، انا اكتبها لك هنا برضو، forget لو جه معاها verb ing يبقى كده معناها فعل الشيء بس هو نسيه، يبقى الحدث ايه؟ الحدث تم. انما forget to المصدر نسى ان يفعل، يبقى الحدث لسه ما تمش. forget to مصدر الحدث ايه؟ الحدث لم يتم. ركز فيها، ركز فيها عشان مهمة. I forget not my calculator to school، يبقى أنا نسيت أن أحضر، يبقى أنا نسيت أجيب يبقى to bring. كويس. Basil offered not me with my homework، يبقى offered إيه؟ offered to help. كويس. Egyptian clothes، طبعا الجملة هنا باسف مبنية للمجهول، هي الملابس مش هتبيع نفسها، يبقى are sold. ليه are؟ لأن ال clothes جمع. كويس. ننزل على الجملة رقم 13، I can't go to the cinema at 6 because I not my duty. ركز كده الجملة دي، بيقول لك هنا ايه؟ نص الجملة أو الرابط هنا ايه؟ because قبله جه كانت جاية في سبب مضارع، أنا مش هقدر أروح السينما الساعة 6 لأن أنا ايه؟ ركز، هكون ما خلصتش الواجب بتاعي، يبقى I won't have finished، أنا هكون لسه ما خلصتش الواجب، ما ينفعش أجيب ماضي تام. maybe have finished هكون ربما خلصت، مش هتنفع، ولا will be finished ده مجهول، يبقى I won't، هي المفروض هنا I، المفروض هنا I في الأول، I won't have finished مش هكون لسه ما خلصتش، لأنه هنا I مش طب I دي، لأن will have تصريف ثالث ده اسمه مستقبل ايه؟ مستقبل تام، هو حدث سيكتمل بحلول وقت زائد التصريف الثالث. الجملة اللي بعدها، while Basant was studying her lesson her younger brother، هيبقى was ايه؟ was watching. ليه was watching؟ هي بتعمل حاجة واخوها الصغير بيعمل حاجة، الحدث ده ماشي، الحدث ده ماشي مع الحدث ده، مفيش حاجة قطعت التانية. الجملة 15 دي جملة مهمة، جملة مهمة جدا، the plane الطيارة نقط at 7:30 a.m. tomorrow. ما تقولش بقى الطالب اللي هو ناصح، اللي ناصح شوية يقول لك اه tomorrow هنا مستقبل ويل، وهو جايب له الاختيار الاولاني. طيب الطالب اللي ناصح اكتر يقول لك اه ده حدث هنا اهو عند وقت زمني، عند مده زمنيه معينه في المستقبل، يبقى مستقبل مستمر، او ممكن اخد فيها جوينج تو لو مش موجود المستقبل المستمر. لا يا باشا مفيش الكلام ده. الجمله دي ايه؟ الجمله دي تايم تيبل. يعني ايه تايم تيبل؟ جدول مواعيد. جدول مواعيد استخدم فيه بريزنت سيمبل، مضارع بسيط، بلين اسم مفرد، خد ليفز. جملة مهمة. 16، محمد يوز تو بي، ركز في دي، ركز في دي مهمة، دي مهمة قوي، ولو ما شفتش الفيديو بتاع يوز تو ارجع شوفه مهم. محمد يوز تو هنا ايه؟ جه بعدها ايه؟ طالما هنا في فيرب تو بي، بات ناو او ناو دلوقتي، يبقى هتنفي في فيرب تو بي، يبقى هي هيتنفى بايزنت. شكرا، عشان في فكرة تانية بعدها. انما لو هنا في اكشن او حدث، لو هنا مثلا قال لك سموك
او هنا ران. تعال بص للجمله دي، محمد يوزد تو بي ا سلو ريدر، كان متعود او كان هو قارئ بطيء بيقرا بالراحه. But after a lot of exercise، ولكن بعد وقت من التمارين هو ايه؟ isn't، لم يعتاد، ما عادش يقرا بصوت ايه؟ بصوت بالراحه. طب انزل على الجمله اللي بعدها. انما هنا لو كان جالي فعل بقى زي مثلا سموك او مثلا ران او الفعل ريد نفسه، كنت هختار ايه؟ كنت هختار doesn't. يبقى فرق بقى، لو قال لك verb to be خد ايه؟ خد هنا isn't. انما لو قال لك اي فعل تاني هختار doesn't. انزل الجمله اللي بعدها 17. if you don't stop، اتفقنا ان الستوب حاجتين اتنين برضو زي forget. stop بيجي بعدها verb ing، وهنا معناها ايه؟ معناها give up. يعني ايه give up؟ يقلع، يسيب الحاجه. I stop smoking، وقفت عن التدخين خلاص. انما stop to smoke، توقفت لكي ادخن. انا احب اقول على stop to smoke دي احب اقول عليها الفعل الحرفي. يعني الحرفي هنا لما اقول لك I stop to smoke يعني انا كنت ماشي فوقفت. يبقى هنا stop جاب معناها ايه؟ معناها الحرف، معناها اللي هو كان ماشي ووقف عشان يعمل حاجه. يبقى I don't stop نقط if you don't stop، لو انت ما توقفتش عن تضييع وقت I will punish you، انا هعاقبك. يبقى هنا stop ايه؟ wasting your time. يبقى هنا ما بطلتش تضيع في الوقت بتاعك. while I was having lunch، while جه بعد هنا ايه؟ طب ما حد يقول لي بقى معلش اصل انت هاب ما بيجيش فيها اي ان جي. اقول له لا حبيبي، هي ما بيجيش فيها اي ان جي، ما بيجيش في الاستمرار ده لو معناها يمتلك. ان هنا معناها ايه؟ هنا معناها eat، ياكل. I was having lunch معناها بينما كنت بتناول الغداء. mother was making tea كانت بتعمل الشاي. مفيش اي حدث قطع التاني خالص، نفس الجمله نفس الفكره اللي فوق. يبقى هنا was ايه؟ was making tea كانت بتعمل الشاي. دكتور مجدي يعقوب is a part of، هو جزء من فريق، مش هينفع اقول part from ولا part. يبقى هنا ايه؟ ولا part اللي هي بالشكل ده، يبقى هي a part of me، جزء من فريق، من a great medical team، من فريق عظيم. نزل على الجمله رقم 20 look out. ركز في الجمله رقم 20 دي مهمه. بيقول لك هنا ايه؟ لحظة look out. look out احترس. you not in the ditch. ditch او touch معناه ايه؟ خندق. بيقول لك احترس، انت هتقع في الخندق. ditch الخندق. ركز في الحتة دي قوي. look out ده مشتركة في ايه وفي ايه؟ قال لك مشتركة هي watch out مشتركة في going to بتاعت المستقبل، وفي نفس الوقت برضه مشتركة في المضارع الآن، المضارع المستمر اللي هو present continuous. طب امتى اختار بقى مضارع مستمر وامتى اختار going to؟ ركز في الحتة دي. لو في عندي تحديد، لو محدد حاجة خد مضارع مستمر، لو مفيش تحديد خد going to. يعني هنا بقول لك in the Dutch عم هتقع في الخندق، ما قالكش في الخندق اللي الاعداء فحروه مثلا، او الخندق اللي في نص الطريق. مفيش تحديد، طالما مفيش تحديد يبقى تبعد عن ار فولينج. يبقى انا هاخد ايه؟ هبقى انا هاخد ار جوينج تو فول. ننزل على الجمله اللي بعدها. On our way to Alexandria we stop، احنا وقفنا to buy عشان نشتري. يبقى هنا تو ايه؟ to buy. هنا مش وقف بمعنى اقلع، لا in ways معنى ان انا كنت ماشي في الطريق. ماشي هنا بمعنى walk او بمعنى drive بقى هنا، لان هو كان رايح سايق. I'll see her after she
تبقى شيء ايه؟ شيء كومز. الحته دي برضه انا شرحتها قبل كده، قلت لك اي رابط هنا مستقبل يبقى هناك الناحيه التانيه، يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع ايه؟ مضارع تام. مضارع هنا بسيط مع شيء هتضيف اس تبقى كومز. 23 they not a party next Monday everything is arranged. طالما في arranged يا ريس يبقى هو ايه؟ مضارع مستمر. مضارع مستمر am is are plus verb plus ing. هنا في they يبقى are having، يبقى they are having a party، هيعدوا لحفلة next ايه؟ next Monday. ننزل للجملة اللي بعد كده لحظة. ننزل للجملة اللي بعد كده 24 I have my blood pleasure. انا هنا الجملة دي مهمة، هنا دي have، ايه اللي جه بعدها؟ فاعل مفعول هنا عاقل ولا غير عاقل؟ هنا غير عاقل، يبقى خد تصريف تالت على طول. طب افرض لان هنا غير مفعول غير عاقل، وانا لخصت القاعدة دي قلت لك الحل فين حتة اكتبه لك اهو، الحل في المفعول. المفعول لو عاقل خطه المصدر، المفعول لو غير عاقل خط تصريف تالت، يبقى هنا شكل اللو مفعول تو المصدر، يبقى ذا جاردنر اللو اس تو سايكل. طبعا في حاله المعلوم I think my country not think يا باشا براحتك مفيش دليل، يبقى I think will be fantastic هتكون مكان كويس، يبقى أنا will be مفيش أي دليل. I haven't met him نقط قال لك he moved to new house، يبقى أنا ما شفتهوش since هنا قرابة قبلك مضارع إيه؟ قبلك مضارع تام، وأنا شرحت since دي برضه قبل كده، since قبلك هنا يا باشا مضارع تام، بعدك ماضي إيه؟ ماضي بسيط. According to timetable طبقا لجدول الميعاد، والجملة دي سهلة يعني دي الشق السهل فيها، الصعبة كانت حتة plan اللي جت فوق the train leaves at، يبقى هنا leaves. I saw ليلى on Friday this means، الجملة دي مهمة، هذا يعني ركز كده، هو هنا سو في الايه؟ في الماضي. طب ده يعني اللي انا ايه؟ on Friday، يبقى هذا يعني ان I didn't see on Friday. لا يبقى اختيار كده نستبعد الاختيار دي. I haven't seen ليلى since Friday، هي المفروض هنا Friday، انا ما شفتهاش منذ الجمعة، وركز في الاختيار ده لان هو الاقرب للصح، هو اللي هناخده. I didn't see، لا I have seen on Friday، انا شفتها. يبقى هنا ايه؟ الله يحييك، didn't see ليلى، ما شفتهاش منذ الجمعة، يعني معناها اللي آخر مرة شفتها كان يوم الايه؟ كان يوم الجمعة. يبقى أنا اختيار ايه؟ الاختيار بي. كنا رقم 30 نقط is a money you some you must give back to someone. طبعا اللي هو الديبيت اللي هو الدين، مش السالري الراتب ولا الريورد المكافأة ولا البرايز اللي هي الايه؟ الجائزة. طبعا في عندي فعلين مهمين برضو لازم تكون عارفهم، الفرق ما بين own و owe، دي كده معناها يملك، انما دي كده معناها ايه؟ يدين. debate الدين نفسه، الدين. عمر invited us او invited all his friends، دعا لكل اصدقائه هي نقط his birthday party tomorrow. طالما هنا في بارتي يبقى دي ايه؟ ده ترتيب، ركز في الحته دي بقى لانها مهمه. كل ما هو بارتي، كل ما هو دي بارتي، كل ما هو ويدنج، ويدنج اللي هو حفل زفاف، كل ما هو birthday party. عامه birthday party هي زي بارتي بالظبط، كل ده ايه؟ ترتيب احداثي. يبقى كل ده هياخد مضارع مستمر، يبقى am is are plus verb plus ing، يبقى هنا are is ايه؟ is having. ignorance الجهل is usually وعادة مرتبط associated، هو associate
مرتبط بالبافارتي معنى الفقر، هنا مرتبط كصفة. نقط means sad or unhappy، حزين أو إيه أو غير سعيد. طبعا دي صفات، يبقى miserable يائس، فعش أقول اليائس، هنا صفة بصفة. deny طبعا بيجي بعدها verb ing سهلة. are you busy نفس الكلام، busy verb ing reading، busy مهمة برضو بتتكرر في امتحانات كتير. نزل على الجملة رقم 36، فريدة بورت هز الجملة دي 36 دي مهمة، اكتب على 36 دي مهمة جدا مهمة. فريدة بورت هز فريندز كار، استلفت عربية مين؟ صاحبتها. وايل هيرز، طالما هنا في وايل يبقى انا عندي حاجتين اتنين، هنا ماضي ماضي بسيط وهنا ماضي مستمر. طب لاحظ بقى ان الماضي المستمر هنا اهو مبني للمجهول، لان العربية هنا مش هتصلح نفسها، يبقى مبني المجهول هناخد ايه؟ هناخد was being prepared. was being prepared يبقى الاختيار رقم سي. هاجرز فريندز ادماير هير از شي نوت هيلفول، الحته دي مهمه برضه، هنا يعني يمكن كلمات التكرار او ظروف التكرار تاتي قبل اي فعل ما عدا فيرب تو بي، فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار تاتي ايه؟ تاتي بعده، يبقى هي بتيجي بعد فيرب تو بي يبقى از اولويز، يبقى الاختيار رقم دي. الجمله دي مهمه برضه وتعادت. اور بلين نقط اوف ات 7:30 ام نكست، يبقى هنا ايه؟ تيكس، لان ده جدول مواعيد. نقط ذا فيلم محمد فيل اسليب، طبعا فيلم هنا اسم، ايه اللي بيجي بعدها الاسم؟ ديورينج. الجمله رقم 40 دي مهمه. شي واز نقط اوف هير موبايل هاكت، ليه خدت هاكت؟ اولا تيكي مش هتنفع، هي الوحيده اللي هتنفع. ليه؟ ابعد عن ستولن، ستولن يسرق شيء، روبوت او روبوت يسرق ايه؟ شخص، يبقى هي اتهكرت، هاكت اوف هير موبايل، واز هاكت هنا مبني للمجهول، في حد هكرها. الجمله رقم 41 دي برضو مهمه. I suggest that فاعل هيجي هنا حاجه من الاثنين، يا اما مصدر او شد والمصدر. ولاحظ ان انا قلت لك مصدر حتى لو كان الفاعل مفرد. يعني ايه الفاعل هنا سامي وهتقول جوينت؟ لا يا باشا، هي جوينت جوينت حتى لو الفاعل ده مفرد، لان الصيغه دي او التركيبه دي تتحفظ زي ما هي كده. don't not with bad friend، don't associate ولا connect ولا contact ولا all of them. طبعا لا كلمة connect دي يوصل ايه؟ لا مش هناخدها، لحظة واحدة. كلمة كونكت معناها معنى كلمة كونكت يوصل شيء بشيء، بس يوصل بايه؟ بسلك. لما اقول لك يوصل الكمبيوتر مثلا بالطبعة، كلمة كونتاكت يتواصل عن طريق الهاتف، كلمة اسويت يرتبط، والافضل منها كوميونيكيت لان هي اللي بتاخد وز، يبقى هنا كوميونيكيت، يبقى انا اختار هنا ايه؟ كلمه اسويت هي الافضل، وخدنا الافضل منها كوميونيكيت. I'd like to know about safe desire to help not others. others ايه الفرق ما بين الاربعه؟ ركز ان other هنا بيجي بعدها اسم جمع، انما another بيجي بعدها اسم مفرد. the other برضو بيجي بعدها هنا، انما هنا others دي بتيجي في الاخر، في اخر الجملة لا يأتي بعدها اسم.
في أزهر معناها الآخرون. ركز. The water is pulling. I أنا أتوقع دي تيجي. أتوقع تيجي في الثانوية السنة دي. لأن هو دايما بيجيب جملة للمستقبل. The water is pulling. المية بتجلي. أنا هطفي عليه. I will turn. ده quick decision. قرار سريع. اوعى تروح يمة جوينج وتقول لي ده دليل. لا يا باشا، ده قرار سريع. الجملة دي مهمة. 45 Our house was robbed last night. Since we forget احنا نسينا ايه؟ يبقى احنا نسينا to lock. نسينا ان نغلق. يبقى الحدث لم يتم. بس انت نقط gets. ده هنا gets. لاحظ لو قلت doesn't عايزه مصدر، يبقى انا اختار هنا ايه؟ اختار never. اختار never. اللي انا جيتس جايه بلس اس. سبعه واربعين My uncle lives in Cairo so I haven't seen him for the age of هنا تاخد فور. وعندي كلمة ages برضه بتاخد فور. تمام، نيجي على الجملة رقم 48 Her father knocked her door during while she was studying her lesson. يبقى هي كانت بتذاكر والأب إيه؟ فتح الباب عليه. يبقى هو حدث قطعه، يبقى هنا إيه؟ opened. ماضي بسيط ماضي مستمر. opened اختيار الأول. منى isn't here. She هي مش هنا، يبقى ذهبت وما زالت هناك. يبقى she has gone to. has gone to. قلنا رقم 50. قلنا رقم 50 مهمة. I'm starving. I am not doing anything until. ركز في until. مهمة. هي كلمة دالة هنا. هي اللي هتفتح لي الإجابة. هنا معناها إيه؟ زي ما إحنا بنقول باللغة العامية كده، أتلم من الجوع. أنا مش هعمل حاجة لحد ما آكل، أو لحد ما آكل شيء. هنا until. أنت متعود إيه اللي يجي هنا؟ مضارع بسيط، أو يجي مضارع تام. طب وهنا هيجي إيه؟ مستقبل. طب ده شكل من أشكال المستقبل اللي هو جاي في صيغة المضارع المستمر، مالهاش علاقة بيه. إنما هنا المفروض آخد مضارع إيه؟ مضارع بسيط، هيبقى have. الجملة دي مش سهلة. The sailor at the Nava Pays. Against their captain. هناخد الاختيار الأولاني معناه يتمرد ميوتينيت. The serving نقط member of the ship. ship اللي هو ايه؟ السفينة. طبعا هنا طاقم العمل على السفينة هو الكرو، انما استف موظفين في شركة. while not by its mother the baby gave a cry. while being بقى هي المفروض هنا بدون فاعل، بيجي بعدها verb by ing، بس هنا مبنية للمجهول، هتبقى being. being back. object هنا objected هيجي بعدها to verb ing، ودي من الحالات النادرة اللي في الانجليش بشكل عام اللي بيجي بعدها to ing هي و look forward. ايه هي و look forward to و used am او اذا و are used to برضو بيجي بعدها verb ing، من الحالات القليلة. نيجي للجملة اللي بعد كده 55 I can't open the door as as هي مفتاح الحل، جه قبلها هنا I can't مش هفتح الباب لأن أنا ضيعت المفتاح. خلي بالك هيبقى هنا إيه؟ haven't have lost
يبقى هاف لوست حدث وقع في الماضي بس ليه اثر في الحاضر. ايه هو الاثر في الحاضر اللي انا مش عارف افتح المفتاح؟ خلي بالك لو ده هي كودنت كنت هختار هاد دي كده. لو كودنت اوبن كنت هختار ايه؟ كنت هختار هاد، انما عشان دي كان هختار هاف. forget I can't forget نقط it was painful experience. يبقى انا مش قادر انسى، يبقى الحدث ده تم. bullying مش قادر انسى التنمر. don't forget ما تنساش نقط before you off the light before you got out. يبقى ايه؟ switching ولا to switch؟ لا هيبقى to switch. ما تنساش ان تغلق قبل ما تنام، يبقى الحدث لسه ما تمش. يبقى لما تيجي تنام اقفل الايه؟ اقفل اللايت اللي هو النور. مستر سامح could not a good knowledge of Chinese through his different trips to China. could طبعا هنا كلمة require وinquire وacquire. require هنا معناها ايه؟ يكتسب. بتساوي ايه؟ يكتسب شيء معنوي او يكتسب خبرة او يكتسب معرفة. كلمة gain. نيجي كده على الجملة اللي قبل الأخيرة. As my uncle always works overtime, he doesn't spend much نقط time with his family. بيقول لك بينما عمي دايما بيشتغل overtime أكتر من الوقت بتاعه، ما بيقدرش يأدي وقت مع عيلته. طبعا هنا الوقت هنا هياخد ايه؟ quantity، يعني الوقت كمية، مش هتبقى quality ولا quality معناها صفة، وهنا busy يعني مشغول. يبقى quantity. الجملة رقم 60 والأخيرة. أحمد ريد وحسن نطقتها ريد لأن هي جاية هنا في صيغة الماضي. his novel نقطة الجملة 60 والأخيرة. أحمد ريد his novel. ولاحظ إن أنا نطقت هنا إيه؟ نطقتها ريد لأن هنا النطق بتاعها بيبقى شبه اللون الأحمر ريد، لأن هنا جاية في الماضي. إيش عرفني إن هي جاية في الماضي؟ هي لو مضارع أحمد هنا اسم مفرد كنت هضيف هنا إيه؟ كنت هضيف إس، فهنا ده زمن ماضي. وعشان هو زمن ماضي أوعى أروح أخد أبوه. أبوه غلط. ليه؟ أبوه عايز قبلها وقت، يقول لك 3 days مثلا أبو، 3 weeks أبو، 3 years أبو. أبوه قبلها عايز معناه منذ، وعايز قبلها إيه؟ وقت. نفس الكلام الوقت اللي قبل أبو بحطه بعد إيه؟ بحطه بعد last. أقول لك last year، last week، last month. ولا today today برضو غلط، عشان today هنا ده زمن مضارع، ده مش زمن مضارع. يبقى ناخد the other ايه؟ the other day. وده كده يبقى خلصنا الستين فكرة.